تنويه تنويه، لازلنا نجدد رفضنا القاطع لترشيح أي شخصية تحوم حولها شبهات فساد ومؤشر عليها بعدم النزاهة وسوء إدارة مؤسسات الدولة وعدم الحيادية فيها. وعلى ضوء ما وصلنا الآن نحذر الأحزاب الفاسدة التي اجتمعت اليوم في رئاسة الجمهورية من ترشيح أو طرح أو تكليف أي شخصية جدلية مرفوضة تمثل واجهة لكتل سياسية معينة عرفت بولائها للخارج وعدائها للداخل، وذلك للالتفاف على المطالب الشرعية للثوار السلميين، لذا اقتضى التنويه.